سيدي منصور، مش سيدي منصور هي على البحر، لكن مرت منه شيء البحر. جالسة أهاليها، أهالي سيدي منصور، بحار سيدي منصور بصفة عام، ناس جالسة تموت شر، تموت تعب، تموت برشا حاجات، برشا معاناة، أكثر من معاناة. لو ثم تعبير نعبروا به أكثر من معاناة، ثم أكثر من معاناة سيدي منصور. اليوم سفرج القطاع يشهد تراجع على مستوى الإنتاج والإنتاجية. بالنسبة للتراجع هذا راجع على الإدارات، الإدارات المسؤولة. الإدارات ماهيش قادسة تدعم في البحار، ماهيش قادسة تعاون في البحار. البحار قادس يعاني وحده. كيف يحبس ما عندوش غزله، ما عندوش هذيك، يمشي يبيع زيتونه ويبيع عنده نعجات يبيعهم، اللي عنده حاجة يبيعها باش ينجم ينتج في البحر هذا، باش ينجم يخدم فيه البحر هذا، يبيع باش ينجم يعيش، باش ينجم يخدم البحر يبيع حاجة في الفلاحة الثانية. ما عادش ينجم يعيش منه. بحر أهم المطالب لبحارة سيدي منصور. بالنسبة لأهم المطالب أنا ما نجمش استحضرهم الكل، معناها حبيت نخليهم في مكتوبين. نجم كان تفضل تشوف عدم تجهيز ميناء البحري بسيدي منصور بالإنارة، عدم تشغيل المكاتب ذات الصلة بالبناء، يعني كما نقولوا سوق الجملة اللي هو كما تشوفوا فيها هذا ورايا، الإدارة والأحوانط، إشكاليات الردم، هذا الردم اللي صار هذا كمل قتل سيدي منصور. لا هيئوه على مستوى كما عملنا مطالب، وطالبنا سيد وزير التجهيز، عملنا المطلب سيد وزير التجهيز طالبناه باش نأهلوه، باش ما يقعدش كما هكاك. من سيدي منصور راهو ناقص كل شيء، هاو قول الضو مش يجي والما ما ثماش، فهمتش؟ البورت صغير ما نجموش نراكو فيه، والله عندنا بلايص لهوني في سيدي منصور في البورت، وهذا اتراكي فليك تغطس. والمطلب الثاني تو احنا يقولوا لنا سيدي منصور يحرقوا الطليان، راه ما عندناش حكايه الطليان، ما عندناش باهي ساعه واحد الجره نمشوا للاداره نقرقوا يا اخويا يرحم بيك، انا عندي والله وسيدي منصور الكل والله طلطنا بعناه، فهمتش؟ اللي عنده زيتونات باعهم، اللي عنده باش يعمل البابور الذري، علاش يعمل فيه البابور هذا الذري؟ باش يسترزقوا فيه ويخدموا فيه. تمشي للاداره يا اخويا يرحم بيك اعطينا عملنا شويه اوراق، لا لا يا اخويا انت حراق ما نعملكش. باهي تمشي اسعن، علاش نخدموا هون الكيس؟ نخدموا الكيس باش هربين مدرقين في بعضنا، مناش مدرقين، نمشوا للزرزيس للقابس ما عندناش اوراق باش نتنقلوا كان بالاوراق، فهمت؟ وين نمشوا له ينهارنا، اللي يمشوا له ينهارنا. اعطونا اوراقنا وعملوا لنا اوراق وريقوا لنا، خلينا نمشوا للعماك، نمشوا نستضيفوا للعماك، ما عندناش نخدموا لهنا وما نخدموش الكيس، ما نخدموهش الكيس، فهمت؟ باهي حتى عملوا لنا البرط الميناء هذا والله العظيم ما برمش، اطلع دوب ما تطلع من الميناء ما ثمش ميه، البابور يشحت، اقعد حتى لين يملى البحر، لين يعبي البحر باش تقصد رب. علاش؟ هذاك البرميل لسيدي منصور نوصلوا فيه 120 دينار المزود، قاعد يوصلنا 120 دينار، اخزر البابور بقداش كاري المزود، احسب في 120,000 بخلاف السبسه نتاعو، بخلاف ثلج وبخلاف ويا علم الله، ساعه يخرج قصد ربي افهمني، يدور الحرس هات الاوراق، ما عنديش اوراق، برا دور لسفاقس، منين مش يخلصني هالمزوت هذا، منين مش يخلص المزوت هذا، وهاك السباسه اللي قدناها من الحنوت وهاك الثلج، وهالخمسه العباد اللي مخليني صغارهم مخليني دنيتهم، يا خويا رانا مظلومين، والله مظلومين، الناس مظلومين، هاي، واحنا احنا مع الدوله بالعكس، احنا اقل هفوه احنا مع تونس، هما يخزرونا ينظرون، راهو تو زيد شوي تو يجيو العباد قصدين ربي وتو تشوفوا. الشباب كيفاش عامل اخويا؟ احنا نبعثوا من البحر باش نبعدوهم على السرقات وعلى الموبقات وعلى كل شيء. والله يا سيدي كلنا في سيدي منصور، والله يا امي عندها 20 زيتونه عطتهم لنا، ناي واختي احنا اربع اخوه، عندنا شي 15 صغير، والله باش نعيشوا فيها فلوك نعيشوا به. باهي صورني احنا كيف يدور لنا الحاكم للبورتو ويخليها غادي نجيبهم الاوراق، تقعد تلمش تاكلها السمس وتاكلها الشيلي، فهمتش؟ وما يخزر لنا حد. ومش يا سيدي هالترى فيه الكل ترى فيه البورت الكل، ما عندنا شيء. هاي تتصورش يا سيدي كي نقعدوا ربي هكا مع بعضنا، حتى تواليت تواليت ما ثمش، تواليت وين باش تمشي البحار؟ فريق وتلج ما ثمش، وين نمشي؟ كعبة الحوت حتى بيوم ما عندناش بيوم، نمشوا بنهبطوا بهم لسفاقس، باهي نهبطوا منها لسفاقس
يشدونا في البواب، عطينا قال الطبيب، احنا من نجيبوها الطبيب، طلعت في الغزاله انا الطبيب مع الحوت، والله يعديكي وقف لك الكهرباء ونهار الكل حتى يسكر المرشي وحتى كل شيء تم، فهمتش؟ مسيبني تاولويه برا خذهم الحوتات يا اخوي.